قدمت جمهورية مصر العربية خطابا إلى مجلس الأمن الدولي ردت فيه على الشكوى القطرية التي تضمنت اتهامات لمصر باستغلال عضويتها في المجلس وترأسها للجنة مكافحة الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية. أوضحت مصر في خطاب وجهه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا إلى رئيس مجلس الأمن أن الرسالة القطرية الموجهة إلى المجلس مليئة بالمغالطات والأكاذيب. وقدمت القاهرة في ردها حقائق عدة تدحض مضمون الشكوى القطرية وأبرزها الجهود المصريه في مكافحه الارهاب التي تجري عكس التيار القطري وطلبت القاهره في السياق ذاته بمعاقبه الدوحه التي تتشدق بدورها في مكافحه الارهاب في حين انها في الواقع تدعم الارهاب ماليا وايديولوجيا في مخالفه للاتفاقات الدوليه وقرارات مجلس الامن